إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وتقبله مني. طلبة طلبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم ومراجعة ليلة الامتحان في مادة الرياضيات الترم الأول. في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشاركه للأصدقاء والفيسبوك وتابعونا باستمرار. السؤال الأولاني بيقول لي إيه؟ بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإيه القوسين. 30 أو 3 على 10 بتساوي كام في المية؟ طبعا علشان نجيب نسبة مئوية يبقى لازم المقام بتاعنا يكون 100. طيب نعمل ايه بقى عشان نخلي العشرة مية؟ بنضرب فوق وتحت في ايه؟ في عشرة. يعني نضرب التلاتة في عشرة تديني 30، كويس؟ وبرضو نضرب العشرة في عشرة تدينا 100. خلاص اصبحت دلوقتي بنقوله 30 على 100 يعني 30 من 100. يبقى كده انا حولت النسبة بقى هتتحول اسمها تبقى كام؟ 30%. يبقى 30 على 100 هي نفسها 30 ايه في المية. السؤال التاني، القطران متعمدان ومتساويان في الطول فيه، مين بقى؟ المستطيل ولا المربع ولا المعين ولا المتوازي الأضلاع؟ طبعا الوحيد اللي بيكون فيه القطران متعمدان ومتساويان هو مين؟ هو المربع. هو مين؟ المربع. السؤال بعد كده بيقول إذا كانت 4 على 6 بتساوي 12 على س، فإن س بتساوي، طبعا هنعمل طريقة الايه الوسطين في الطرفين، طريقة الوسطين في الايه في الطرفين. طب نعملها ازاي؟ نقول س تساوي ونعمل شرطة كسر جميلة زي دي كده. مين اللي في وش الايه؟ مين المواجه للسين؟ هنلاقي الأربعة، يبقى على طول تحت. مكانه فين؟ تحت. ونضرب بقى الستة في كام؟ الستة في 12. ستة في كام؟ في 12. طيب يلا نضرب ستة في 12 على الأربعة فيها الواحد، و 12 على الأربعة فيها التلاتة. التلاتة هنضربها بستة، ستة في 3 بكام؟ ب 18. يبقى الناتج يديني كام يا حبايبي؟ الايه؟ ال 18. طيب السؤال بعد كده بيقول لي اذا كانت احدى زوايا متوازيه الاضلاع قائمه، يبقى لازم ايه؟ احدى زوايا قائمه، فان الشكل الناتج يكون مستطيل ولا مربع ولا معين ولا مكعب. طبعا المستطيل المتوازي الاضلاع اللي فيه زاويه قائمه ده بنسميه على طول مستطيل، بنسميه ايه؟ مستطيل. طيب السؤال بعد كده، البيانات التاليه جامعه وصفيه ما عدا بتوصف حاجه. طب المهنه وصفية، الديانة بتوصف برضو حاجة معينة، الجنسية ايه برضو وصفية، العمر بس هو اللي يعتبر ايه غير وصفي. ماشي، يبقى المهنة والديانة والجنس والجنسية دول يعتبروا ايه حاجة بتوصف، انما العمر خلاص كمل. السؤال بعد كده بيقول لي جرار بيحبس 28 فدان في 4 ساعات. كويس، يبقى نقوله 28 في كام؟ في 4 ساعات. كويس، طيب عايز يحرس كام فدان؟ 42. يبقى هنا نحط 2 وايه 40. طب وهنا كام؟ نقول هنا س، انا مش عارف ده كام. طب نعمل ايه بقى؟ نعمل طريقه الايه برضو الايه المقص. يبقى هنا نقوله س تساوي، هنعمل ايه؟ نقوله 42. 2 وكام؟ و40. هنضربها في كام؟ في الاربعة، ونقسم على 8 وايه والايه وال 20، نقسم على 8 والايه وال 20. كويس، طب يلا نقسم. هنقوله بقى 28 لو قسمتها على السبعه، على السبعه فيها الاربع، ولو قسمت ال 42 على السبعه فيها الست. طيب يلا نقوله الاربعه نقسمها على الاربعه فيها الواحد، والاربعه برضو نقسمها على الاربعه فيها الواحد، هتبقى لي 6 في 1 بكام؟ ب 6. يبقى عدد الساعات بتاعتنا هتبقى كام ساعة؟ 6 ايه ساعات. يبقى هو هيحرص 42 فدان في كام ساعة؟ نقوله في كام؟ في 6 ساعات. السؤال بعد كده، عدد أعرف متوازي المستطيلات، المتوازي المستطيلات ليه كام حرف؟ هنقوله ليه 12 حرف. يبقى متوازي المستطيلات لو كام حرف؟ 12 ايه حرف. طب بيقول لي نقط هو تساوي نسبتين أو أكتر، مين بقى؟ بقول له المعدل ولا النسبة ولا التناسب ولا المدى؟ نقول له التناسب هو تساوي نسبتين أو أقصر. فتعريف التناسب هو تساوي نسبتين أو إيه أو أقصر. طيب خلاط ثمنه كام؟ 400 جنيه، عليه تخفيض كام؟ 20%. فإن التخفيض يكون يعني هيكون بكام؟ هنقوله بقى عشان نجيب التخفيض نقوله إيه بقى؟ نضربه الكام؟ 400 في 20 ونقسم على 100.
يبقى ده عشان نجيب التخفيض بنقوله كام يا حبايبي؟ بنقوله 400، نضربها في الكام؟ في ال 20، وبعد كده نقسم على 100 اللي هي نسبة الايه النووي. بالاختصار طبعا هيديني كام في النهاية؟ يديني ايه 80. يديني كام يا حبايبي؟ ايه 80. يبقى 80 ايه جنيه، الإجابة الصحيحة 80 ايه جنيه. طب هنا بيقول لي شجرة طولها كام متر؟ 6 أمتار، وطولها في الصورة 3 سنتي. مقياس الرسم، مقياس الرسم الطول في الصورة على الطول الحقيقي. طب الطول الصورة كام؟ 3. على الطول الحقيقي كام؟ 6. بس هنا 6 ايه؟ 6 أمتار، ما ينفعش نقوله متر وسنتي مع بعض، فلازم نحول المتر إلى الإيه؟ إلى السنتي. طب نضرب في كام؟ هنضرب في 100 علشان نحول المتر إلى إيه؟ إلى سنتي. اختصر، 3 في الواحد على 3 في الكام؟ في الاثنين، يعني هتبقى كام إلى كام؟ نقوله 1 إلى 200، 1 إلى إيه؟ إلى المتين، أو نقولها عبارة عن كام بقى حبايبي؟ 1 إلى الإيه؟ إلى المتين، كان إيه؟ مقياس رسمي. يبقى العبارة الصحيحة نقوله 1 لكام؟ إلى إيه؟ إلى 200. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 250 جرام، 250 إيه؟ جرام. يبقى نخليهم جرام زي ما هم، ونص كيلو جرام برضو لازم نحول الجرام الى او الكيلو جرام الى جرام. طب ال 250 جرام دي هنحسبها زي ما هي 250 ايه جرام. طب والنص كيلو جرام، النص كيلو جرام، الجرام الكيلو جرام كله في كام؟ في 1000 جرام. طب والنص كيلو جرام يبقى فيه 500 ايه؟ 500 جرام. طب يلا نختصر، نقوله بقى الصفر ده يروح مع الصفر ده ماشي، ونقسم على 25 في هالواحد و50 على 25 في هالاثنين، يبقى النسبه بتاعتي 1 الى كام؟ الى 2. السؤال بعد كده بيقول لي 15% من 300، يبقى نعملها ازاي ديت؟ نقوله 15 في 300 على ال 100. بنختصر خلاص، السفين مع السفين يروحوا، ونضرب 3 في 5 بكام؟ ب 3 في 15 ب 5 بكام؟ 40. يبقى العباره الصحيحه 5 وايه؟ و40. يبقى الاجابه الصحيحه 5 وكام وايه؟ و40. السؤال الثاني بيقول لي في متوازي الاضلاع مجموع قياس زاويتين المتتاليتين، اي زاويتين متتاليتين في متوازي الاضلاع مجموع قياسهم كام؟ 100 وايه؟ و8. يبقى الاجابه الصحيحه نقول له 100 وكام؟ و8. طيب بيقول لي اذا كان حازم بيشرب كام؟ 21 كوب من العصير في الاسبوع، الاسبوع ده فيه كام يوم؟ نقول له 7 ايام، فان معدل ما يشربه في اليوم الواحد، هو عايز يشوف بيشرب في ايه في اليوم الواحد كام، يبقى نقول له كام دلوقتي؟ نقول له كانك بتقول دلوقتي كام؟ 21 خلاص الى كام؟ الى 7، النسبه بتاعتك اهو ماشي. طيب هو عايز بقى ايه؟ معدل ما يشربه في اليوم الواحد، يبقى هنا في اليوم الواحد عايز يشوف بيشرب كام. فبنعمل ايه بقى عشان نيجي المعدل؟ نقول 21 على الايه؟ على السبعة. يبقى 21 نقسمهم على 7 فيها الكام؟ نقول له فيها 3، يبقى بيشرب كل يوم كام؟ 3 اكواب في اليوم. يبقى هو بيشرب كام؟ يبقى كل يوم بيشرب كام كوب؟ 3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي النسبة بين طول ضلع المربع ومحيطه. طيب طول ضلع المربع 1، المحيط بتاعه اللي هو 4 في طول الضلع، يبقى 4 كان نسبة كام؟ 4. يبقى نسبته كام بقى؟ 1 إلى إيه؟ إلى إيه؟ 4. المدى لمجموعة القيم اللي هي 7 و3 و6 و9 و5، هو المدى هو عبارة عن إيه؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة عندنا مين؟ التسعة، يبقى نقوله التسعة ناقص منها أصغر قيمة. مين أصغر قيمة عندنا؟ التلاتة، يبقى 9 بنقص منها 3، يبقى المدى هنا يطلع لي بكام؟ بالست. المدى يطلع لنا بكام؟ بالست. سؤال بعد كده بيقول لي برضو هو ايه اذا كانت الف الى ب 2 الى 3 وب الى ج 5 الى ايه الى 4، فان الف الى ج تساوي، طبعا احنا هنعملها مع بعض، نقول الف ماشي، الف الى ب الى مين؟ الى ج صح. الف الى ب عباره عن 3 الى ايه؟ الى 2 ماشي. طيب عندك مين؟ ب الى ج، يبقى هنا ب كام؟ 5 ماشي. الى ج نقوله ايه بقى دلوقتي؟ الى كام؟ الى 4. الى كام عندك؟ الى 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 4. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نقوله مع بعضينا كده اهوت خلاص، النسبه هنا كام؟
نضرب دولت في بعض الاثنين نقولوا اه الاثنين في 5 ب 10 يبقى هنا نسبتي كام 10 ونعمل هنا اهوت كانك بتعمل حرف ال 5 ب 3 ب 15 الى وبرضه بنضرب ده كده نقوله الكام نضربه الايه الاثنين في 4 بكام ب 8 طب هو عايز نسبه مين الى مين نسبه ألف إلى جيم ألف كام عندك؟ 15 أهو ألف 15 وجيم كام؟ 8 يبقى نقوله إيه؟ 15 إلى 8 بالنسبة عندنا 15 إلى الكام؟ إلى 8 طيب تعال نشوف السؤال بعد كده النسبة بين 16 قراط إلى 1 فدان طب يلا نشوف مع بعض 16 قراط عرفناهم 16 زي ما هم نبتدي نحول الفدان طب الفدان فيه كام قراط؟ الفدان الواحد فيه 24 قراط 24 ايه قراط يبقى النسبة عندي نسبة كام لكام نسبة 16 الى ايه الى 24 تعال نقسمه نقسم كده برضو مع بعض يساوي لو عاد 8 تمام 16 عاد 8 فيها الايه فيها الاثنين طب يقسم معايا 24 عاد 8 فيها الثلاثة 2 الى 3 في ابسط صورة 2 الى ايه الى 3 يبقى 16 قراط الى واحد فدان يعني الى 24 قراط يعني دي 24 ايه قراط واختصرها هتطلع 2 الى ايه الى 3 طيب السؤال بعد كده بيقول لي 900 جنيه تم توزيعها بنسبه كام بنسبه 4 الى 5 لان قيمه الجزء يبقى نقوله ايه بقى دلوقتي واحنا هنا نقوله ايه الى 4 خلاص الى الخمسه الى المجموع المجموع بتاعهم كام نقوله المجموع بتاعهم 9 خلاص طب هما كلهم كام قال لي 900 جنيه 900 ايه جنيه هو عايز مني ايه عايز قيمه الجزء قيمه الجزء ان انا بنقسم 900 على الكام على الايه التسعه يبقى قيمه الجزء هنا ال 900 نقسمهم على التسعه فيها الكام فيها ال 100 يبقى قيمه الجزء هنا هو طلب قيمه الجزء بس يبقى نقول قيمه الجزء يطلع بكام ب 100 جنيه طيب السؤال بعد كده السؤال بيقول لي اجب عما ياتي اذا كانت النسبه بين قياسات زوايا احد المثلثات 5 الى 6 الى 7 وكان قياس الزاويه الاولى بتساوي كام بتساوي 50 احسب قياس كل من الزاويتين الاخريين فاحنا ببساطه خالص احنا عندنا النسبه صح يبقى نقوله 5 الى كام الى 6 الى كام الى 7 هو بيقول لي عندي قياس الزاويه الاولى اللي هي مين الاولى اللي هي الخمسه بكام ب 50 ماشي طب عايز الاثنين التانيين هنا نحط س والنسبه الثانيه نقول ايه ص ونعمل طريقه بقى مين دلوقتي المقص طيب نعملها ازاي نجيب كده اول حاجه نقول له س هتساوي ايه بقى س دلوقتي مع بعضينا يقول لي س هنا عايز نجيبها طب عباره كده اهوت مع بعض كده نجي عامل المقص هنا يبقى س بتساوي كامل مع بعضينا كام 50 مضروبة في 6 نقسم على 5 5 على 5 فيها 1 50 على 5 فيها 10 اضرب ال 6 في 10 ب 60 يديني 60 ايه درجة اللي هي الزاوية الثانية طب الزاوية الثالثة بنفس الطريقة برضو طريقة المقص كده اهو نقوله الصاد في الحالة ديت مع بعضينا بتساوي يلا برضو نشوف مع بعض نقوله ايه بقى دلوقتي هنقوله الصاد اهيت اللي عدلها يبقى تحت 5 ونيجي ضرب ال 50 في ايه؟ في 7 هنا 50 في ايه؟ في 7 بتساوي برضه نفس الكعب 5 في الوضع 5 في 10 تمام فوق ونضرب ال 10 في 7 بكام يديني ايه؟ 70 درجه يبقى الزاويه الاولى الزاويه الثانيه طلعت ب 60 الزاويه الثالثه طلعت بكام؟ ب 70 طيب السؤال بعد كده بيقول اشترى هبه موبايل بمبلغ كام؟ بمبلغ 850 جنيه وكان عليه خصم كام 15% احسب السعر الاصلي للموبايل قبل الايه قبل الخصم بيقولوا ايه بقى مع بعض بيقول اشترت هبه موبايل بمبلغ 850 جنيه وكان عليه خصم كام 15% احسب السعر الاصلي للموبايل قبل الخصم طيب حلو هنا دلوقتي نقوله قبل الخصم كان 100% الخصم حصل كام 15% بعد الخصم نقوله 100 ناقص 15 كده 5 وايه و8 طب هي اشترت الموبايل طبعا بعد الخصم يبقى بعد الخصم اللي حاطط هنا الايه 850 طب هو عايز بقى مين دلوقتي عايز السعر الاصلي السعر الاصلي امتى اللي هو قبل الخصم يعني عايز الايه ونعمل برضه طريقه الايه بقى طريقه الايه المقص طيب يبقى عايز السين السين بتساوي
يلا بقى مع بعض نشوف كده بيتساوي. طيب السين اهو مين اللي تحتها؟ نقوله الايه، نقوله طريقه المقص بقى مع بعض كده اهوت، المقابل لها مين؟ 85 اللي تحت اهو، ونضرب ال100 في الايه، ال100 هنضربهم في ال850. 800 كام وايه و50؟ طبعا 850 تقتصر مع ال 85 تقتصر مع 58 تقال ايه، فال10، ونضرب ال10 في 100 يديني ايه 1000، يديني ايه 1000 جنيه. يبقى السعر بتاع الموبايل قبل الايه، قبل الخصم طلع بكام؟ ب 1000 ايه 1000 جنيه. بيقول لي ايه دلوقتي؟ بيقول لي عندك جدول بايه يبين عدد الساعات التي يقضيها 20 تلميذ في استذكار الرسوم يوميا. الساعات من 1 2 3 4، وبعد كده عدد التلاميذ هنا في 4 وهنا 6 3 7 هنا المجموع. بيقول لي مثل هذه البيانات باستخدام المنحنى، المنحنى الايه التكرار. طب انا عايز نعمل منحنى تكرار، فبنعمل ايه؟ هنحط هنا عدد الساعات، الساعات بتاعتي اللي هي 1 2 3 4، ونزود خانه، دايما بنزود ايه خانه، وبعد كده بنحط عدد التلاميذ. هنا عدد التلاميذ اكتر حاجه عندنا بالنسبه لعدد التلاميذ 7، يبقى نحط من 1 لحد 7، 1 لمين 7. طب يلا نبدا نقول 1 و4، ادي 1 اهو ومع مين؟ الاربعه، ونطلع فوق الاربعه، بس ما نجيش بقى عند الاربعه لان نجي في النص كده اهوت، في المسافه اللي بينهم كده اهوت، ونجي حاطط ايه؟ حاطط نقطه. وبعد كده قال لي مين؟ قال لي 2 و6، ادي الاثنين اهو، ونجي طالع فوق 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 كده لحد ما نوصل عند السته، فاعدل السته، ليه جاي في النص كده اهوت، وحاطط نقطة تانية برضو كده اهو في النص ما بينهم كده اهو. طيب 3 ومعاها 3 ومعاها 3، ادي 3 اهيت 3 ونطلع معاها 3، معاها 3 اهو. وبعد كده قال لي 4 ومعاها كام؟ 7، ادي الأربعة، ونيجي طالع للسبعة وفي النص بالظبط كده اهو، ونيجي موصل بإيه؟ باستخدام الإيه؟ إيدي كده اهوت اهو، ادي كده، يبقى ده المنحنى اللي هو الايه اللي قام، ويكمل بقى عادي كده اهوت. يبقى ده انا مثلت باستخدام الايه المنحنى ايه التكراري. وفي نهايه هذه الحلقه اتمنى ان تنال اعجابكم، لا تنسى الاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتشيره للاصدقاء والفيسبوك، وتابعونا باستمرار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.